شخصيات مهمة لعبت دور كبير في حياة ملوك المغرب. نساء كانوا قراب بزاف من الأسرة العلوية، ومن أبرزهم القابلة والمربية ديال الراحل الحسن الثاني، اللي من بعد ما كانت مجرد قابلة أصبحت المربية الخاصة، وهادشي بطلب من محمد الخامس، إلى غاية بلوغ الحسن الثاني 6 من عمره، واللي كانت وراء إتقان الملك الراحل اللغة الفرنسية أحسن من فرنسيين بأسلوب مذهل، لدرجة أن أشهر الصحف العالمية آنذاك تحدثت بذهول عن الموضوع، بحيث في السن الثالثة الراحل الحسن الثاني كان يتقن اللغة الفرنسية وبين على المهارة دياله في الحديث بطلاقة في واحد من الزيارات الخاصة لفرنسا. Alors voulez-vous nous chanter quelque chose? Alors chantez-nous. Qu'est-ce que vous savez de beau? Eh ben chantez-nous ça. Allez-y. Mais c'est très bien, Sylvain. Bravo, bravo, bravo. Oui. Il a donné l'autofil tout bas. Ah oui. Il est gentil, mais ça m'a fait plaisir. الحسن الثاني في ذاكرة ملك تكلم على المربية دياله وقال: لقد حرص والدي على أن تتم ولادتي على يد طبيب فرنسي وقابلة فرنسية، وأعتقد أن تلك كانت أول ثورة لم ينتبه إليها أحد. هنريت السيدة اللي حبات المغرب قبل ما تستقر فيه، تخرجت من معهد الطب في فرنسا كقابلة متخصصة كتعشق المهنة ديالها. القدر ديالها وصلها للقصر من بعد ما اختارها الطبيب الخاص لمحمد الخامس والصديق ديالو ديبوا روكبير باش يتولد على يدها الابن البكر الولي العهد للملك محمد الخامس والزوجة ديالو لالا عبلة سنة 1929، إلا أن سرعان ما رجعت لفرنسا للالتحاق بالزوج ديالها اللي كان تعين في منصب حساس وكبير في الجيش الفرنسي. لكن آثار المربية بقى حاضر في ذاكرة الراحل الحسن الثاني، لدرجة أنه تحدث عنها في حوارات عديدة وصرح على أن الراحل محمد الخامس كان كيسمح للمربية أنها تبخه.